فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقد قيل إن قوله تعالى ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية، يعني أعم، ولهم عذاب مقيم يفسر ويراد به عذاب الآخرة، وقد يفسر ويراد به ما هو أعم وهو ما هم عليه في الدنيا من ضيق النفس وتكدير البال. فإن المنافق دائما في هم وغم، إذا رأى نصرة المؤمنين يغتم ورأى ما فيه المسلمون من الخير فإن ذلك يغمه ويسوءه، فهو دائما في هم وقلق وعذاب نفسي في الدنيا وفي الآخرة في عذاب جسمي. نعم. فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم، وهذا شيء مشاهد. فتجد الكافر تجده من أشد الناس ضيقا في الدنيا، ضيق في نفسه وضيق في تصرفاته، وتجده مهموما وتجده مغموما دائما وأبدا، ولا يحب أن ينزل الخير على المسلمين أبدا، ما يسره ذلك، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فدائما الكفار في هم وغم وقلق، وإن ظهروا في نعيم وفي بسطة من العيش، لكن العبرة بنعيم القلب لا بنعيم البدن والمظاهر. فقد يكون الإنسان في مآكل طيبة وفي ملابس طيبة ومساكن فاخرة، لكن هو في نفسه في عذاب وفي قلق. وقد يكون الإنسان مسرورا في قلبه وفي نفسه، ولو كان ليس عليه ثياب جميلة وليس عنده أكل يعني لذيذ وليس هو في مسكن مريح، فإنه في راحة في قلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات معافا في جسمه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. نعم. فالعبرة ما هي بكثرة الغنى وكثرة الثروة وكثرة الزهرة الدنيا، إنما العبرة بنعيم القلب وسروره. ولهذا يقول بعض الصالحين: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فالملوك في أبهة وفي، لكنهم في أنفسهم في ضيق وحسرة. وأما أهل الإيمان وأهل التقوى وإن كان ما بأيديهم شيء فهم في نعيم قلبي وسرور قلبي ونفسي.